انا هسيبك النهارده تقضي اليوم مع عمرو ورشا نعسى واجي لك بالليل، ويمكن اتغدى مع العمال في المصبغه عشان الشغل عندنا كتير قوي النهارده. على كيفك، وقت ما تحبي تيجي هتلاقيني جاهز. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. هاي دوحه. اهدي دوحه دي سونيا. سونيا هاي دوحه، ازيك يا حلوه؟ نعسى مراتي. نعسى مراتك. اهلا يا نعسى، كان نفسي اشوفك. وانا كمان. دي اوريجينال خالص يا دوح. اهدي اهدي، بتقول اهدي؟ بتقول اوريجينال، يعني قصدها انها معجبه بيكي عشان انت اصيله. ايوه اصيله، امال حكون اه يعني مخلطه. يعني ايه دي يا دوحه؟ مخلطه يعني ايه؟ مخلطه هي قصدها طبعا، مخلطه يعني مزدوجه مهجنه، انجليزي عربي عربي انجليزي. فهمت يا دوحه. لطيفه خالص يا نعسه. اهلا. يلا يا ممدوح، يلا يا ممدوح. باي يا نعسه. دوحه هستناك على الغدا. طبعا. ابقي سلمي لي على عم رواش يا نعسه. مع العمال يا ممدوح؟ اصلي نسيت اقول لك ان بس عن اذنك يا دوح. صباح الخير يا عوض. صباح النور. اهلا يا ربيع. اقدم لك الانسه علا، ضيفه كفرنا. كنت بفرج على المدرسه والوحده الصحيه والمزرعه بتاعتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عوض، من احسن الشباب في الكفر. يا عم ربيع لا احسن ولا حاجه، ده احنا كلنا زي بعض. على الله يكون الكفر والبلد عجبتك. البلد جميله قوي، كفاية أهلها، الشهامة والكرم والشجاعة. سربيع سربيع. طيب عن إذنكم ده أهلي. اتفضل اتفضلي حضرتك. هو مش برضو حضرتك؟ أنا من ساعة ما شفتك وأنا عايزة أقولك أنا مش عارفة أشكرك إزاي حقيقي. انت انسان نبيل وشهم. تشكريني على ايه بس يا فندم؟ انا ما عملتش غير الواجب، وبعدين داني مبسوط قوي اني قدرت اعمل حاجه كويسه في واحده لطيفه وظريفه وجميله زي حضرتك. ويا ترى حضرتك قاعده معانا كتير في البلد؟ مش كتير قوي. طيب يا ريت يعني لو ما فيهاش قله ادب مني، يعني اقدر ابقى قابل حضرتك؟ انا ما اعرفش حدا في البلد، بس ما عنديش مانع، يهمني اتعرف اكتر على الانسان الشهم ده. طب هو حضرتك ما تعرفيش ايوتها حته في البلد يعني؟ الحاجه الوحيده اللي اعرف اروح عندها الساقيه، لانها سهله. طيب ما كويس قوي قوي الساقيه. يا ريت يعني هستناك النهارده الساعة 7 عند الساقية، يا ترى هتيجي؟ علا. معلش يا علا، احنا لسه راجعين من المزرعة، لكن هنضطر نرجع تاني، في مشكلة هناك ولازم نروح على طول. أنا ما عنديش مانع، تحت أمرك. معلش يا عوض، هنبقى نقعد معاك مرة تانية، في مشكلة عند الفراخ يا سيدي. ربنا يقويك. سلام. مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ عوض. مع السلامة يا فندم. كلها كم يوم كمان ونخلص اجراءات العموديه الجديده وتبقى رسمي يا راشد. ما انت بقيت كويس اهو الحمد لله يابا. ما انا كويس والحمد لله، بس انا زهقت، لازم حد يستلم مني، ولو ما خدتهاش انت الغريب هياخدها. طب بس بعد ما نخلص شويه الاجراءات دي عاوز ارجع مصر اسوي اموري هناك. ويا ترى هتعمل ايه في شغلك يا حاج راشد؟ ح...
هجرب الاول اجازه بدون مرتب 3-4 سنين، واذا الامور استقرت وبقت تمام هستقيل واسوي معاشي. ده اذا الكفر عجب الست علا. هو عجبني بعقلي يا بابا، ده احلى مكان في الدنيا. وبعدين يكون في علمك بقى انا مش هرجع معاك تاني، انا هفضل مع جده هنا. انا عجبني الكفر قوي. والكفر كمان مبسوط منك قوي. انت فين من زمان يا علا عشان تنورينا وتنور البلد كلها؟ الله يخليك، ده انا مبسوطه قوي يا جده. عارفه يا علا، الكفر كل يوم هتحبيها اكتر لما تعرفي الناس وتقعدي معاهم. انا بحب الناس في الكفر قوي، لان حتى النهارده كنت موعده قبل نعسه اروح ازورها واقعد معاها شويه. فيك الخير يا بنتي، انا عارف انت كنت مخبي الاموره دي فين يا راشد. روح معاها وصلها يا ربيع. لا يا جدو، انا مفيش داعي حد يوصلني، انا عارفه السكه كويس قوي. ما تخافش يابا، نعسه قريبه. ايوه بس على غير طريق. لا يا جدو، عشان خاطري انا نفسي احس بقى ان انا في بلدي وبين اهلي وناسي. ما هو كده فعلا يا بنتي. خلاص على كيف تروحي لوحدك. ما تتأخريش يا علا. حاضر يا بابا. ابقي سلميلي على نعس. حاضر هسلملك عليها. يا ترى عربية مين دي؟ احنا مالنا؟ احنا مين اللي حيجينا دلوقت؟ اما اشوف مين. تصوري دي سونيا؟ سونيا؟ ايوه يا سونيا. نعم بابا جميل عايزني انا؟ حاضر انا نازل حالا. اصل جميل بيه عايزني فبعت بنته عشان تاخدني، كتر خيره. انا مش هتاخر يا نعسه. عن اذنك. الحكايه بالظبط يا ممدوح. حكايتي وبتاع ايه يا نعسه؟ قلت لك الراجل بعت لي بنته عشان عايزني اشتغل معاه، وقلت لك مش هتاخر. يبقى حكايتي وبتاع ايه بقى؟ طيب ما تزعلش نفسك قوي كده، انا بس كنت بسال على كيفك. السلام. علا كنت خايف لما تجيش. ده انا اللي كنت خايفه لحسن اتوه ولا تنسى الميعاد وما تجيش. انسى الميعاد؟ طب ده انا هنا بقالي ساعه. بس انا جيت في ميعادي. ايوه انا عارف، بس انا قلت يعني اجي اقعد هنا اهو واستناكي على ما تيجي على مهلك. اسكت، ده انا عملت 100 حيله وحيله عشان اجي لك هنا. يا علا انا حطير من الفرح. معقول يعني تكوني بتعملي ده كله عشاني انا؟ انت شدتني من اول لحظه يا عود، فاكر؟ كانت لحظه صعبه قوي، بس يعني انا ما عملتش حاجه. اي حد في مكاني كان لازم هيعمل اكتر من كده كمان. ازاي بقى؟ اي حد كان هيقول انا مالي ويمشي، لكن انت اندفعت كل قوتك وشهامتك وما خفتش على حياتك عشان تنقذ حياتنا. تعرف يا علا، في اللحظة دي أنا كنت ماشي لوحدي، كنت ماشي في وسط الغيطان قلقان من غير صديق ولا حد جنبي ومن غير حبيب. ما كنتش عارف إن اللحظة دي هتخليني أقابل أجمل وأرق إنسانة في الدنيا. أنت بتسمي دي حاجة بسيطة، لكن في نظري أنا شيء عظيم. النهاردة محدش بيعمل اللي أنت عملته ده. أنت إنسان غريب. غريب؟ لا يا علا ما تقوليش كده، أنا مش غريب. أنت شدتني بعينيك، حسيت إن فيهم مليون حكاية وحكاية، حيرة
قلق وحزن قديم. ليه يا عوض؟ مين اللي مزعلك؟ مين؟ محدش. الدنيا على فكرة يا علا، الدنيا مش بسمة وضحكة حلوة، لا، الدنيا فيها ألم وحزن كتير. لا يا عوض، فيها البسمة والضحكة والأمل أكتر، بدليل إن إحنا هو اتقابلنا من غير ترتيب ولا معاد، وحنفترق برضو من غير معاد. لا يا عوض، مش حنفترق. أنت مش عايز تشوفني تاني ولا إيه؟ أنا؟ ده أنا عايز أفضل جنبك على طول وتفضلي معايا العمر كله. أنا اتشدت لك قوي يا علا. هنتقابل يا عوض وهشوفك كل يوم. مش أنت قاعد هنا في الكفر؟ أيوه. بتشتغل فين؟ بشتغل في الطاحونة اللي هناك ده. إيه؟ في الطاحونة؟ أنا اللي ماسك الحسابات اللي فيه. خفيش، ده في حد معدي. بس احسن حد يشوفني معاك، انا هروح، اصل انا كمان اتاخرت. طب بقولك ايه، اشوفك بكره هنا في نفس الميعاد ان شاء الله. طيب. ممدوح، أمر يا جميل بيه، ابعد عن الطابية بتاعتي يا حبيبي. لازم الطابية تقع قبل الملك يا باشا. لا ده انت متفائل قوي، قصدك واثق قوي. برافو برافو دوحة، برافو. ايه الحكاية يا بابا؟ حظي الطابية وقعت يا باشا، بس لسه الملك ما وقعش. هيقع. أحلام شباب، وهم كبير. جود بلاي بابي، جود بلاي. انت ايه حكايتك يا بنت؟ بتشجعين أنا ولا بتشجع الدكتور الفلاح ده؟ أنا بشجع النقلة الحلوة، ممدوح بيلعب حلو. متشكر يا سوني. كش مالك يا باشا. وماله، عندي 100 حل، بس دي بداية النهاية. معلش كمل الدور. بحبش اغلبك يا باشا عشان انا فلاح وانت ضيفنا في الكفر واستاذنا، عشان كده محبش اكشش لك ملك. انا خلاص. احييك يا ولد، انت شاب ذكي، مرضتش تكمل عشان ما تغلبنيش. عشان ما اكرهكش وافضل احبك على طول. انت من اول لحظه عجبني فيك ذكائك. انت بتفكرني بشباب يا دوحه. طب وبعدين على فين دلوقتي؟ هنروح نوصل دوحه ونلف شويه في البلد. يلا يا شباب، يلا يلا. ديك انت يا مشمش. ها حاضر. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. اتفضل. انا ما قدرتش استنى لحد الصبح، قلت اجي لك حتى بالليل عشان افرحك. ايه الاخبار؟ الاعلان سليم يا حاج، المكان موجود ومتوفر وعندهم ناس مستعدين يجوا يركبوه عندنا هنا. يعني وحتعرف تشغله يا شحته؟ الله طبعا يا حاج، ما انا شفته بعناي، مساله يعني مش كبيره قوي. وهيطلع عيش زي بتاعنا كده واحسن يا حاج. الله طبعا احسن وبنفس الدقيق البلدي. يعني الفكره اللي قلتها مظبوطه. فكره ايه يا حاج؟ زي ما انت عارفه هان، الناس ما بقتش تطحن زي زمان. ايوه، عشان بطلوا يخبزوا في البيوت زي زمان برضو. كل من نزل البندر قال يجيب له ايه طاوله عيش من الفرن البلدي اللي هناك ولا الفرن الجديد اللي فتح في المنشيه،
كل دكاكين الكفر بتبيع العيش منه. الله ينور عليك، ما عشان كده الرجل خفت على الطحونة. وهي الناس هتطحن ليه إذا كان العيش بيجي لها جاهز وطازة في أي وقت؟ إيه؟ طب والحل إيه يا حاج؟ نعمل لهم العيش جاهز برضه، وناخد منهم الغلة نطحنها وننخلها، إنه خالة نبيعها والدقيق يخش الفرن يطلع عيش، ينزل الكف الناس تاكل. أيوة، يعني هتعمل لهم طابونة جنب الطحونة. أيوة، وهي برضه الطحونة تشتغل زي الأول وأكتر. وبعدين مكسبنا هيزيد، نبيع النخالة والردة والفرن والعيش. الله ينور عليك يا شعتة. ايوه يا حاج، بس ده هيكسب كتير. سيبيها على الله يا هانم، الرزق بالله. طب قول ايه يا حاج، ما تشارك ابويا زينهم على الطابون. ابوكي يا شيخ، اسيب ابوكي في حاله، كفاية عليه العمال والسفريات. معلش برضو لا مؤاخذة يا ست هانم، اصل يعني مش كل واحد برضو يفهم. يفهمها ده يا شيح. لا انا مش قصدي استهانم، انا كنت امال قصدك ايه يا شيح؟ انا مش هشارك حد المشروع ده، انا عامله العوض ابني وابنك يشتغل فيه ويكسب منه. ايوه اهو كده فهمت، يعني عوض ابني هو اللي هيشغلها ويدورها وهو اللي هيبقى صاحب الطابونة. السلام عليكم. اهلا يا عوض. السلام ورحمة الله. اهلا اهلا يا عوض، ازيك يا حبيبي؟ ايه يا اخويا، كنت فين من المغربية؟ ابدا يا اما، كنت بتمشى شوي، اصلا يا اما مبسوط قوي النهاردة يا حبيبي. ولسه يا ما هتنبسط، مش كده يا سرباش؟ ده ما هيشوف وهينبسط. اقعد اقعد احكي لك. اقعد اقعد يا عوض اقعد. مساء الخير يا جدو. اتأخرت ليه يا عولي؟ انا اتأخرت، ده يا دوب مسافه السك، وبعدين ده انا بقى لي فتره قاعده في اوضتي. ونعسه زي ايه؟ الحمد لله كويسه. بتسلم عليك قوي يا جدي. ابوك زمانه جاي بكره ولا بعده؟ ويكون زهقت. انا ازهق معقول؟ ده انا مبسوطه قوي هنا، ونفسي ما اسيبش كفر السواقي ابدا. ان شاء الله بلدنا تكون عاجبك يا عولي. بلدكم دي بلدي واحسن بلد في الدنيا، يا ريت افضل معاكم هنا على طول. خلاص يبقى تتنقلي وتيجي تقعدي معانا هنا. يا ريت، انا شغلي ما فيهوش مشكله، انا ممكن اتعين هنا في اي حته. اما انا بعد ما خلصت الدبلوم التجاري بابا كان شاف لي شغلانه مؤقته كده. ده انا اجيب لك احسن وظيفه هنا في البلد زي ما انت عايزه. صحيح يا جدو، يا ريت، ده انا نفسي افضل معاكم هنا على طول وما اسيبش البلد دي ابدا. يا ترى من دي؟ يمكن بابا؟ لا ما يلحقش يجي النهارده. السلام عليكم. اهلا يا خليفه، ازيك؟ انت فين يا حبيبي من زمان ما حدش شافك. خليفه، تعال يا خليفه، ده انت وحشني. ربنا يخليك يا جدي. ازيك يا علا؟ الحمد لله. على فكره انا جيت لكم النهارده وما لقيتكش. جيتي عندنا البيت؟ مش معقول، يا ريتني كنت اعرف، ما كنتش خرجت من البيت خالص. مش للدرجه دي يا خليفه، اصل انا كنت في النادي بتهوى شويه من تعب المذاكره. حاكم خليفه بكليه الزراعه، جاب مجموعه يدخله الطب، انما هو صمم انه يخش الزراعه عشان يمسك ارض ابوه وجده. برافو برافو يا خليفه. ما قلتليش يا علا، مبسوطه هنا من البلد؟ انا مبسوطه، مبسوطه قوي. اذا كان كده يبقى خلاص، اخدك بكره المغربيه افرجك على النادي بتاعنا، وبالمره نقعد هناك شويه. بكره المغربية؟ لما أصل النادي أنا شفته، ربيع فرجني عليه. يبقى بكرة الصبح أخدك أفرجك على الطحونة والغطان والجنينة، جولة كده في الريف بتاعنا. الصبح؟ أصل أنا ما بحبش أنزل الصبح. متشكرة قوي يا خليفة، وبعدين أنا حفوت عليكم المغربية كده عشان أقعد مع أبلة نعسة شوي. خلاص إذا كان كده يبقى اتفقنا، المغربية إن شاء الله. أيوة كويس قوي، واني بقى اجي معاكي علشان اشوف نعسي، اصلها وحشان. انا خلصت لكم كل حاجه، كافه الاجراءات انا خلصت لكم، وبصراحه ورقكم دي تعبني اخر تعب.
انتم هتقابلوني في المطار. هتقابلوني فين؟ هنقابلك؟ هنقابلك في المطار. مفهوم؟ عارفينه طبعا ولا مش عارفينه؟ الهليس ما يتوهش. وعلى كل حال اللي مش هيجي المطار طبعا مش هيسافر. هنقابلك امتى يا زين بيه؟ انت قلت هنقابلك امتى ايه؟ هنقابلك امتى يا زين بيه؟ انا لسه ما خلصتش كلام. لسه هكمل وهخلص كلام. انتوا بمشيئة الرحمن الرحيم هتقابلوني ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي الساعة 5 الصبح. 5 صباح ليه؟ لأن الطيارة هتقوم يوم الجمعة الساعة 2 بالليل. والباسبورتات؟ انت بالذات مالكش دعوة بالكلام ده. بدل ما تنقر رقبتك وتقول لي الباسبورتات، ادفع القسط متأخر عليك الأول. أنا ما أقصدش. تقصد ولا ما تقصدش؟ هي حاجة معروفة كده. اللي هيجي المطار ما معهش القسط الأخراني، بصراحة ربنا هرجعه البلد وورقه كده. ما تخافش يا زين بيه، حقك هتاخده على ايدي المليم. وداهية. كل واحد يحضر فلوسه ويحضر قفته. عرفتوا التعليمات؟ ايوه عرفت. فهمتوها؟ ايوه. عرفتوها؟ ايوه. يلا غور من قدامي. غوروا. ايش يلا ايش. ايش اطلع. اطلع. اطلع اصحابي. بقول يا زين بيه. انت تاني؟ عايز ايه؟ ما انت عارف يا بيه. انا هسافر ليه؟ العيال وامهم وال والايه هو انا مال عايز مني ايه؟ بس ال 150 جنيه كتير كتير قوي يا استاذ زينهم. ايه قصه دي؟ ايه دي يا انا؟ لا مؤاخذه يا زينهم بيه. وانت كنت ايه عملت ايه يعني علشان تاخد 150 جنيه كمان؟ حاله تمرد وعصيان. انت اسمك ايه بالظبط؟ اسمي ايه؟ انا اسمي رجب. رجب إيه؟ ابراهيم المحلاوي. رجب ابراهيم المحلاوي. مش دي ورقك وباسبورك؟ يلا خليك قاعد جنبهم تسكار. قول يلا. حبيبي مش خارج النهارده ولا ايه؟ اخرج اروح فين بس؟ تروح الجنينه ولا السوق ولا الطاحونه؟ اعمل ايه هناك ياما؟ ايه؟ ياما مين؟ مين لسه مسجون؟ لسه ما حسيتش اني خرجت من السجن ابدا. ليه بس يا عوض؟ ليه يا ابني يا حبيبي؟ احنا كلنا حواليك بنتمنى منك اشاره، بنتمنى بس انك انت تضحك يا عوض. عوض تعبان ياما. أول تعبان أوي. أنا لازم يبقى لي وضع، يبقى لي مركز في وسط الناس. كل الناس ليها وضعها وليها مركزها في البلد. إيه اللي عوض؟ تقدري تقولي لي أنا بعمل إيه في الكفر؟ أنت عايز تعمل إيه بس يا عوض؟ هو أنت ناقصك حاجة يا ابني؟ ناقصني حاجة؟ هو أنا حلت حاجة خالص ياما؟ كل الشبان ليهم وضعهم في المركز. إيه اللي عوض؟ ربيع، ربيع ابن الغفير اتجوز بنت العمدة وعمل له مزرعة كل الناس بتحكي عنها. ولا خالي، خالي هو بقى دكتور قد الدنيا وخليفة. خليفة الصغير دخل الجامعة وهيبقى مهندس زراعي كبير. ولا منظور، منظور ابن إنعام اللي كان بياخد مني الهدوم، سافر برا ورجع جايب هدوم وجايب فلوس قد كده على قلب. عندك حق يا عم، عندك حق يا ابني. احنا فعلا يا ابني ما عملنا لكش حاجه، لكن احنا قلنا نستنى شويه لما تقعد معانا وترد صحتك. ما كناش مستعجلين يا عوض. لا انا مستعجل يا ام، مستعجل قوي. لازم يبقى لي وضع يا ام في البلد. يا ام الناس بتبعد عني يا ام.
الناس بتقفل البيبان في وشي كاني جاره. ليه لا سمح الله، ليه تقول الكلام ده يا عوض؟ ده انت ابننا، ده احنا احسن ناس في الكفر يا عوض. معاش ولا كان اللي يعمل كده طول ما احنا عايشين؟ ده انت لازم تكون احسن واحد، لازم الفلوس معاك تبقى زي الرز، وتتجوز احسنها بنت في البلد دي كلها. يا حسان، انت يا حسان، يا حسان تعالى يا حسان. ايوه يا ست هانم امودي، روح جهز لي كارته بسرعه. الكارته في الطاحونه مع الحاج رواس. روح جيبها من الحاج رواس من الطاحونه وقتها لي عشان اني نازل. هذا ست هانم. وقفنا يا حسان عند الطاحون. هذا يا ست هانم تحت امرك. انزل انده لي رواش بسرعه. انده لك الحاج رواش. ايوه بسرعه، انا مستعجله. هذا يا ست هانم. ايوه عندك حق يا عوض، كفايه بقى، لازم تبقى فوق الكل يا عوض. وزي ما عوض خرج من سجنه، انا كمان لازم اخرج من سجني. عايزه فلوس، فلوس بسرعه يا رواش. خير؟ خير هيجي منين الخير؟ عوض يا عين امه زعلان ومتضايق وحبس نفسه في اوضته ومش عايز ينزل. هبعت اجيب له هدمتين وادي له قرشين يروق حاله بيهم. رواش، انت هتديني الفلوس ولا هتوقفني كده في الشارع؟ انا بس بقول، يعني هو اللي طلب منك؟ من غير ما يطلب لازم يبقى في عينينا حصوة ملح. الواد يعني امه زعلان ونفسيته تعبانه. يعني هي الفلوس اللي هتعدل نفسيته؟ طبعا الفلوس هي اللي هتروقه. وبعدين هات الفلوس دلوقتي ونبقى نتكلم بعدين. 30 كويس؟ 30؟ يعملوا ايه 30 دول؟ هات 100. 100؟ ايوه 100. مش رواش، هات، انا مستعجل. طولي بالك شويه. هات يا اخوي. يلا يا حسان. ايوه يا ست هانم. هات. كل يا بيضه، كل عشان تسمني وتكبري وتباحي. كل يا اختي، كل يا مبروكه. نيو غلبتيني. نيو نيو ايه؟ انا في ايه ولا في ايه؟ كل نيو 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 بس نيو يا اختي. بيك اديني هبط يا حبيبي. انت يا واد لسه شقي؟ فيك الشقاوه دي دلوقتي؟ وحشتني قوي يا ستي، قلت لما اجي اصبح عليكي وافطر معاكي. لا يا اخويا انا زعلانه منك. يا واد ما تجيش تصبح عليا كل يوم وتفطر معايا لقمه وتقول اشوف ستي، وراك ايه يعني يا اخوي؟ اني ما وريش اي حاجه، ده انا محتار قوي يا ستي، حاسس انني ضايع. ضايع؟ ما تقولش كده يا دناي، ده انت ابن الحاج رواش على سن ورمح وابن هانم. ما هو عشان كده يا ستي حاسس ان انا ضايع، عشان ابن فلان وابن فلانه، لكن مانيش نفسي ابدا. لا يا دناي مش كده يا حبيبي، انت بكره تتجوز وتتهنى وتبقى مفيش كده، واولادك يجروا حواليك ويقولوا مين العيال الحلوين دول؟ يقولوا دول ولاد عوض ابن الحاج رواش. الناس كشه مني يا ستي. يا حبيب قلبي اللي يكش منك قرب منه، حبهم ودهم زورهم، حبهم يا حبيبي يحبوك. لا يا ستي لا، يظهر انني كتب عليا السجن طول العمر، سجن واني في الجبل وسجن تاني واني هنا. يا ندم يا ضناية ما تقولش كده يا اخويا. سجن ايه ده؟ انت عايش في وسط عزوتك واهلك وناسك، ابوك وامك وجدتك وجدك واختك. ايه يا حبيبي ما تقولش كده يا ضناي، الدنيا حلوة زي العسل. وبعدين يا خليفة ده حكاية تضحك بصحيح. هم افتكروا ان الشجر الغريب اللي نازل الارض ده جايبه معاه جميل بيه، وانه شرى ارضنا خلاص. وجدك خليفة ما يعرفش. لا ياما ما يعرفش، ما انا قلت بقى ايه اعملها له مفاجأة، ونزلت شريط الشتل والشجر من وزارة الزراعة في مصر، وحكون اول واحد في الكفر يزرع الحاجات دي هنا. برافو عليك يا ولد، طالع مخ ناصح تمام. ياما الأعشاب الطبية والزهور والفراولة دي زراعة غير تقليدية، وهي دي المستقبل. خسارة أرض زي أرض الجنينة القبلية نضيعها في شوية برتقال، بنبيع الكيلو منها بالجملة بسبعة سنة. والأعشاب دي بتتباع فين؟ دي بتتصدر ياما، بتتصدر. في تجار كبار ليهم عملاء بيصدروا لهم الأعشاب دي في أوروبا،
وهناك بقى يعملوا منها الادويه وبيشروها بثمن غالي قوي. الله، طب وليه الناس كلتها ما بتعملش كده؟ لان الزراعه دي عايزه رعايه زياده شويه، وعايزه خبره بطريقه زراعتها ورعايتها، مش اي حد يقدر يزرعها. وجدك خليفي قال لك ايه بقى؟ كان جدي رواش وعم زينهم فاكرين انه خلاص باع ارضنا لجميل بيه. هو ايه حكايه جميل بيه دي؟ هو هيشتري ارض الكفر كله؟ هو كل واحد نساله ويقول جميل بيه عرض يشتري ارضه؟ اهو راجل معاه فلوس. المهم بقى ياما ان جدي وعدني لو نجحت السنه دي في فدانين في طرف ارضه هيكتبهم باسمي. جد؟ صح يا خليفي، كتر خيره. ما قلتليش بقى ياما، هو عمي راشد وعلا هيسيبوا الكفر ولا لا؟ هيفضلوا هنا خلاص. عمك راشد بيخلص ورق العموديه وهيستنوا معانا. وعلا هتسيب مصر؟ هي لها مين في مصر؟ امه والله يرحمها وابوه طول عمر عاوز يعيش في الكفر عشان شغلها يعني. ما تخافش، جدك هيشغلها بالدبلوم في بنك القريه، وهي مبسوطه من هنا ونفسها تعيش هنا. هي قالت لي كده يا اما؟ قالت لك انها مبسوطه وعايزه تعيش في الكفر؟ ايوه يا ولا، قالت لي عدت عليا امبارح وقالت لي. طب بقول لك ايه بقى يا اما، هي هتعدي علينا النهارده المغربيه، عايزك بقى تعملي لها حاجه حلوه عشانها. من عيني. حاضر يا خليفه. انت رايح فين؟ رايح الجنينه، وبالمره هعدي على جدي خليفه صبح عليه. جدك خليفي؟ طيب يا سي خليفه يا نمس. نمس؟ انا نمس؟ طيب يام. هنداو. ايوه اشتهان. شوف مين اللي على الباب. السلام عليكم. سلام ورحمه الله يا باشمهندس. صباح الخير يا عمتي. صباح النور يا خليف، اقعد يا حبيبي. امال جدي فين النهارده؟ جدك يا سيدي راح البندر يشوف اوراق العموديه بتاعت عمك راشد و ربيع في المزرعه وعلا. علا راحت مع ربيع عشان يفرجها على المزرعه. علا حبت بلدنا مش كده؟ واحنا حبيناها قوي يا خليفه مش كده؟ ها؟ فعلا حبيناها، كلنا حبيناها. انا هوصل لهم المزرعه. شباب العنبر ده في 1000 فرخه بس، لكن ساعته طبعا 5000 فرخه. برافو عليك، ده مشروع هايل قوي. انا ابتديت ب 100 فرخه بس، النهارده الحمد لله بقى عندي 1000 فرخه. السنه الجايه باذن الله مع الانشاءات الجديده هيبقى عندي 10000 فرخه كل 50 يوم. ياه، وبتوزع ده كله فين؟ في الكفر والله، لكن الشهر الجاي باذن الله هيكون الانتاج بيزيد، فطبعا هطلع بره. قطه، مين البت دي اللي راكبه الكاريتا وطايحه في البلد كده ولا السفير عزيزه؟ دي ان هانم. هانم مين؟ هانم مرات الحاج رواش، ان صاحب الطاحونه. هانم بنت زينهم؟ ومالها بقت أبها قوي كده؟ هو ما تبقاش أبها ليه؟ ده هي اللي في الكفر كله. فاكر ياض لما نزلنا الكفر أول مرة وكنا في الزفة؟ قصدك اللي كانت بترقص أن بالعصاية؟ عليك نور، هي مش كده؟ هيو، أنا سألت وتقصت لغاية ما عرفت إن هي اللي كانت بترقص. مرات الحاج رواش صاحب الطاحونة هانم. خش يا اللي بتخبط، يوحى وقفنا خافين على الباب. القمر دي. يا اختي يا حبيبتي، وحشتيني يا اما. ازيك وازاي ابوي؟ ابوكي بسكوتي إيه؟ على ابوكي اهو يا اختي، قاعد يعدهم على قلبه يا اختي. ربنا يزيد ويبارك ويخليك. كنت عايزاه يا اما اندهيهولي. خير يا بنتي؟ في ايه؟ خير ان شاء الله. انا بس كنت عايزاه عشان يشتري لي شويه حاجات لعوض ابني. لعوض؟ إيه؟ من عناية الا لعوض. يا زينهم انت يا مزين الكفر سابقا. يا زينهم يا اختي، الراجل ده بيعمل ايه؟ يا نادمي، هو انت يا راجل مش هتبطل الداق اللي انت فيه ده كده؟ الفلوس بركتها تتقل. انت مالك انت ومالك مسائل دي فلوسي وانا حر فيه،
ان شاء الله عداها في اليوم 20 مرة. وانا ما كلهم قد ايه؟ شوية قروش. قروش؟ طب قوم يا اخوي. امشي. بنتك هانم عايزاك برا. هانم؟ ايوه. امشي تع برا. ايه جاي لها حالا اهو. طيب. يا دكتور مرحب يا هانم. امشي تع برا. ما ما في عينك وعين اللي انينك. عينك بالفلوس عارف انا. امشي تع برا. يمشي تعبان يمشي بيعد في الفلوس منورة يا هانم انت منورة يا يا اهلا وسهلا يا 300,000 مرحبا يا مرحبا يا مرحبا نور الغلب على الكهرباء ايه السعادة والنعيم والهنا اللي احنا فيه يا اختي عليك يا بقى على خف الدم ازيك يا ازيك يا بقى انت وحشني موت ان شاء الله ما تشوفه وحش قولي انا شايف الكارته بره هو حاج جه معاك ولا ايه لا يابا داني انا اللي جايه سايقه كارته لوحدي يابا انا بس معايا حسان بره مستنيني فين دي هانم بنت بهانة سايقه كارته لوحدها في البلد ده ايه الهنا ده يا وليه ما اسمهاش بنت بهانة اسمها بنت زينهم بيه بنت زينهم بيه عايشه ما تخطفيش بيه التكي على البيه دي بنت زينهم بيه ايوه كده يوه يا اما يعنان يا اقل منها يما فشر يا ضناي ده انت تسهل كده كارتي ويسوقها 12 حمار ايوه ايوه صدق 12 حمار تركب الكارتي والعيله كلها تجرها وانت كمان يا ولية خلاص موديلات بتاع ثوره عرابه دي خلصت خلاص دلوقتي فيه موديلات تانية حاجه اراجع على فرانكي بيركبوا اسانسيرات دلوقتي يا بنات معرفش اللي بتقوله ده انا هروح احضر لقمه للبنت تاكلها ورأي المثل الفلاح لما يتمد يجيب لها له مصيبه نعم أنا جاية لك في كلمتين كده وماشي على طول واموري يا هانم تحت امرك قال لي قول لي ياب انت نازل مصر امتى نازل مصر اللهم صل على سيدنا نازل يوم الخميس عندي سفريه عمان كده طبعا قوي يبقى من مره هتنزل المطار يوم مره المطار انا امال ايه طب خد ياب خد ايه خد ال 100 جنيه دول وبكره هجيب لك 100 عليهم وعايزك تجيب لي كده احسن هدوم تلاقيها في مصر العوض ايه بقى هيستلزم ان انا اخش الترانسبورت اللي هو السوق الحر انا قلت حاجه من هناك وماله يابا خش يابا بس انا عايزك يابا بالمره تفكر لي كده في شغلانه تكون كويسه العوض او مشروع كبير يعني اصل اللي بدخل قوم اتضايق منه من ساعه ما خرج يا عين امه مش لاقي حاجه يعملها انا سمعت حاجه كده يا هانم خير يابا سمعت ايه؟ سمعت ان رواش ناوي يفتح طابونه فرن يعني ايوه صح فعلا ناوي يفتح طابون وحيخلي عوض هو اللي يشغله بس انا برضه عايزك تشوف له شغلانه قبل كده ايه رايك ما تخش شريك في الطابونه دي انا كده كويس قوي مترستق والف حمد والف شكر يعني ما اخشش بفلوس ولا بكلام أنا في مسألة العجين دي أنا أحط فلوسي في طابونة في شوية عجين لو ما خمرش فلوسي تروح أنا كده كويس أوي افهمني بس يابا أنا مش عايزة حاجة إلا لما يبقى اسمنا فيها يابا وبعدين إما كنتش عايز تخش بفلوسك خش بفلوسي بس بيني وبينك أيوه فلوسك وفلوسه واحد إنما أنا بره الموضوع إنما مشروع الطابونة دي أنا ما فهمش فيه خلاص يابا خش بفلوسي ويبقى تنزل لي عن نصيبك ها ده يبقى سر بيني وبينك يابا عادل ها يا بيه ما شفتش الباشمهندس ربيع والانسه علا باشمهندس ربيع لسه ماشيين من هنا دلوقتي سي ربيع وست علا مالوش رايحين فين مالوش وانا هسالهم رايحين فين هتبقى عيبه اوي لو سالتهم بالسلامه يا بيه الف سلامه وعندك اتنين شاي على الطريقه الانجليزيه دي مين دي السنيوره دي يا ولاد احنا في كفر السواقي ولا فين جرى يا اخويا انت وهو ما دي الهانم بنت جميل بيه كل يوم والتاني نازله الكفر يا اخويا ونازله الكفر تعمل ايه يا طاره بتتفسح في ارض ابوها ما ابوها عمال يشتري في ارض الكفر ويبيع
دي عاملة زي بنات الباشوات بتوع زمان. مش دي يا هندوي دي؟ ايوه هي بنت الباشا، قصدي بنت جميل بقى. ايوه اللي كانوا حدانها ديك النهار ساعة الوز. ايوه هي. رايحة فين دلوقتي دي يا طارق؟ بتشم الهوا يا ولي. موال كفر السواق داير مع السواق، موال كفر السواق.